أجد الآن في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة فور صدور أوامر للإخلاء لهذا المربع السكني والذي يتواجد فيه المستشفى. بدأ عدد كبير من المواطنين والنازحين وحتى المرضى بالخروج إلى مكان مجهول. حتى هذه اللحظة حالة من الإرباك تسود آلية عمل الطواقم الطبية والمشفى في داخل المستشفى. هذا المستشفى منذ بداية الحرب تحول إلى وجهة كبيرة للنازحين الذين فقدوا منازلهم وفقدوا كل ما يملكون. هذا واحد من أهل هذا أب لمريض يحاول الإجلاء وخرج به إلى ساحة المستشفى. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ليش طالع برا المستشفى؟ أظن أموت في المستشفى. المستشفى خلاء، الدكاترة شردت، الناس بتموت، ما حدش مدور عليها. أنا ما حدش مدور علي. خير ابنك مريض في مستشفى بديل تودي عليه؟ فيش مستشفى، فيش اسعاف ياخذنا. الاسعاف شرط، هاي الاسعاف اقول له حمله بقول لي انا باخدش حدا. سيارات فيش، وين نروح؟ معيه زهقنا 10 شهور واحنا بنموت، ما حدش مدور علينا ولا امتى. شكرا جزيلا. هي صورة تتكرر لآلاف المرضى الذين يتواجدون في داخل قطاع غزة، وكما نشاهد عدد كبير من المرضى وأهالي المرضى وحتى النازحين بدأوا وشرعوا في عملية إخلاء المستشفى خشية من اقتراب آليات الاحتلال الإسرائيلي ووصولها إلى هذا المشفى. هذا المشفى مشاهدينا الكرام هو الوحيد الذي يتواجد أو لا زال يعمل، وهو آخر مستشفى حكومي يعمل في قطاع غزة. وبلا شك عملية إخلاء هذا المستشفى ستنعكس بشكل سلبي على واقع الخدمات الطبية، وأيضا ستساهم في تأزيم واقع عمل هذه المنظومة، وبالتالي الانعكاس سيكون سلبي على تأدية الخدمات الطبية للمواطنين والمرضى والجرحى وحتى النازحين. من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.